بالعربي. أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي. أنا ماهر جبرة. النهاردة هنتكلم عن الموضوع اللي شاغل بال ناس كتيرة جدا، وهو موضوع لقاحات كورونا. في الحلقة دي ضيفي هيكون الدكتور إسلام حسين. هو مصري تخرج من كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سنة 99، وهو حاصل على الدكتوراه في علم الفيروسات من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. دكتور إسلام اشتغل كباحث في معهد MIT في بوسطن، وهو حاليا بيقود مجموعة بحثية في شركة مايكروبيوتكس المختصة باكتشاف وتطوير الأدوية المضادة للبكتيريا والفيروسات. اهلا بيك يا دكتور اسلام، سعيد جدا بوجودك معايا النهارده في بودكاست بالعربي. اهلا بيك يا ماهر، وشكرا جزيلا على الاستضافه. النهارده الحلقه بتاعتنا هتبقى يعني غير اعتياديه، هنقسمها لجزئين. الجزء الاول حضرتك هتلعب فيه دور المحامي عن لقاحات كورونا او لقاحات كورونا بمعنى ادق. تواجه العديد والعديد من الاتهامات، كل ما بدخل على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، على انستغرام، بلاقي كلام كتير على اتهامات بتواجه لقاحات كورونا. وقعدت افكر اعمل ايه في الموضوع ده، فقررت ان انا اجيب واحد متخصص يرد على هذه الاتهامات. وفي الحقيقة لما قعدت ابص على المحتوى الموجود على الانترنت ما لقيتش حد افضل من حضرتك يجي يترافع عن اللقاحات في هذه الجلسة. فهل انت مستعد؟ مستعد، وشكرا يعني على الكلام الطيب ده. وعايز بس اقول ان انا هدافع عن الحق، مش هدافع عن اللقاحات. يعني لو في حاجه غير جيده تستحق ان الناس تعرفها هقولها. انا لست مدافعا عن اللقاحات، انا هنا مدافعا عن الحقائق العلميه فقط. عظيم جدا. المهم ان حضرتك تكون مجهز الدفوع بتاعتك عشان تقدر ترد على الاتهامات اللي بتواجه موكلك. يلا بينا. عندنا 5 اتهامات رئيسيه. الاتهام الاول: لقاحات كورونا تم إنتاجها في أقل من سنة، وده معناه أنه غالباً لم يتم مراعاة دراسات الأمان، لأنه سنة واحدة مش كفاية. كل اللقاحات اللي قبل كده أخذت سنين طويلة قوي في الدراسة وفي التجهيز، فلو إحنا عملنا هذا اللقاح في أقل من سنة غالباً هو غير آمن وبلاش ناخده. دي نقطة مهمة جداً. طبعاً معك حق، اللقاحات بتاخد سنين طويلة في التطوير، ولكن السنين دي بتدخل فيها سنين مرحلة الاكتشاف ومرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، اللي هي التجارب اللي بتحصل في حيوانات التجارب. وبعدين في الآخر خالص بيبقى في مرحلة بيتم فيها تجريب اللقاح في البشر، ودي بتدخل في 3 مراحل أساسية: مرحلة أولى وتانية وتالتة. فإحنا لما بنتكلم عن الفترة الطويلة دي، إحنا بنتكلم عن كل مراحل تطوير أو كل مراحل اكتشاف أي لقاح. فإحنا في لقاحات كورونا الحالية، اللقاحات دي مرت بالمراحل اللي هي الأولية أو المراحل المبكرة وأنهتها بنجاح، بس إحنا كبشر ما كناش منتبهين ليها قوي إلا لما الوباء بتاع كورونا بدأ. يعني مثلا كل اللقاحات دي ليها تاريخ طويل، ممكن بيرجع مثلا للـ90s. أوكي، تم فيها التأكد من أمور عديدة جدا بتهمنا في تطوير أي لقاح علشان نتأكد إنه فعال وآمن. لما حصل الوباء بتاع كورونا، إحنا كنا وما زلنا في سباق مع الزمن. نحن أمام أزمة عالمية بتمس كل إنسان، كل بيت حس بيها، وبنحاول نخرج منها بأقل خسائر ممكنة في الأرواح. فما كانش ينفع التعامل مع أزمة كورونا بنفس الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الأمراض اللي بتصيب البشر تحت الظروف الأخرى. ما عندكش رفاهية إنك تنتظر لفترة طويلة، لأنه الانتظار معناه خسائر في الأرواح أعلى. فهو ده بالضبط الموقف اللي احنا اتحطينا فيه. كان لازم نتحرك بسرعة، وكان لازم نشوف إيه المتاح لينا نقدر نسرع باستخدامه في أقل وقت ممكن. فإحنا استفدنا من كل المعلومات اللي توفرت لينا من خلال الأبحاث اللي حصلت على اللقاحات دي في السنوات السابقة، وبنينا عليها. وساعدنا كتير أمور أخرى خلت الإيقاع بتاع تطوير اللقاحات اللي خرجت لينا دلوقتي بدأت فعلا الناس تاخدها، سرعت حاجات كتيرة ساعدت في التسريع بتاع الإيقاع ده. منها
انه ما كانتش فيه مشكله في التمويل. اللقاحات بتاخد وقت طويل لانها بتمر بمراحل مختلفه، وفي كل مرحله بيقف فيها الباحثين اللي وراء اللقاح ده بينتظروا انه يجي لهم فاندنج علشان يمولوا بيها الابحاث دي. في الفتره اللي احنا بتاعت كورونا دي كانت الاموال بتضخها الحكومات، وكانت الشركات بتحط كمان من الميزانيات بتاعتها علشان الامور تمشي باسرع ايقاع ممكن، فما كانش في مشكله في الفلوس، كان عندنا شيك على بياض زي ما بنقول في مصر. الحاجه اللي ساعدت كمان كتير في الموضوع ده انه اي تجربه سريريه بتحتاج بعض العناصر، واهم عنصر فيها هو العنصر البشري، لان انت بتجرب اللقاح على بشر. وفي تحت الظروف العاديه بعيدا عن ظروف الجائحه، الناس اللي بتقوم على التجربة دي ممكن تنتظر شهور ويمكن سنوات علشان تصل إلى المجموعة من البشر اللي هي أنسب مجموعة من البشر لتجريب اللقاح عليه. فإحنا في حالة جائحة الكورونا، يعني من حسن حظ اللقاح ومن سوء حظنا كبشر إنه ما كانش فيه نقص في عدد الناس اللي ممكن نجرب عليهم اللقاح أو المعرضين للإصابة بمعنى أدق يعني. بالضبط، فده خلى الامور تمشي، ما فيش مشكله، انت مش مستني ان يكون عندك الشخص الصح، ده كان متوفر بالفعل. نقطه كمان ساهمت في انه الحاجات تمشي بايقاع سريع، انه الهيئات التنظيميه زي الاف دي اي مثلا في امريكا، في تحت الظروف الطبيعيه بتمشي بالايقاع بتاعها، اللي هو ممكن مثلا يكون عندهم اجتماع كل 3 شهور او كل 6 شهور بيقيموا فيه ورق بعتته مثلا شركه اي حاجه، يعني شركه سين صاد عين من الشركات المسؤولة عن تطوير أي دواء أو لقاح. فهم في الوقت بتاع الجائحة ما كانوش ماشيين بالطريقة دي، في الوقت بتاع الجائحة كانوا اللي بيجي لهم بيعملوا على طول له فحص بشكل مباشر. وحتى أنا فاكر عيد الشكر اللي هو هنا في أمريكا بيكون يعني أجازة والناس بتقضيه مع أسرها، أنا فاكر كويس إن إحنا شفنا إن الموظفين بتوع الـ FDA كانوا قاعدين عشان يراجعوا اللقاح بتاع فايزر. فده طبعا كلها ظروف تحت ضغط غير عادي علشان الأمور تخلص وتخرج للناس. الهدف من كل ده إن إحنا ما كناش عايزين نستنى سنة كمان علشان خاطر نستكمل إجراءات بتستكمل دلوقتي. هي النقطة اللي مفروض إنها توصل للناس، إنه اللي حصل إن إحنا اللقاحات دي أخدت موافقة بالاستخدام الطارئ، وهذه ليست موافقة كاملة لإنه لسه في حاجات تانية. يعني مثلا اللقاحات دي لما تجربتش على الأطفال، اللقاحات دي ما تجربتش على السيدات الحوامل مثلا. تحت الظروف الطبيعية اللقاح ما بياخدش الموافقة أو يخرج إلا لما بيستكمل كل التجارب دي وكل المراحل دي، بتاخد وقت طويل. لكن هو آمن للناس العادية باستثناء مثلا الأطفال والحوامل اللي احنا لسه بندرس تأثير اللقاحات عليهم، صح كده؟ وقد يكون إن شاء الله آمن كمان للفئات العمرية الصغيرة وللسيدات الحوامل، وهو حتى دلوقتي كمان ما فيش أي موانع إنه بتقولك اللقاح لا يجب أن يعطى للسيدات الحوامل. لأنه بيقولوا كده ليه؟ لأنه في تاريخ زي ما قلت لحضرتك، اللقاح ده منزلش علينا بالباراشوت السنة اللي فاتت، اللقاحات دي لها تاريخ طويل، وفي مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية بيتم تجربها في حيوانات التجارب، وتقدر تفحص تأثير اللقاحات دي على الوظائف مختلفة من ضمنها الخصوبة والحمل وما شابه، تقدر براحتك تعمل الكلام ده في الحيوانات. فهم عملوا ده بالفعل، فهو ما عندهمش علامات مقلقة ظهرت في التجارب دي، فعشان كده بيقولك احنا لسه طبعا محتاجين نجرب في البشر، ما ينفعش ان احنا نعتمد على ده بس. لكن ما فيش حاجة بتقول انه في حاجة تستدعي القلق للدرجة ان احنا نقولك ما تديش اللقاح للسيدات الحوامل. في نقطة تانية برضو الناس احب انها تكون واضحة بالنسبة لهم، لما اللقاحات دي اتجربت مع بداية خلينا نقول صيف 2020، كانت التجارب مصممة انها تديك مؤشرات انه لو في حاجة غير امنة بنسبة تحصل مثلا بنسبة 1 في 10,000 تبان. يعني مثلا التجارب دي كان فيها 30,000 مثلا او 40,000 في فايزر او 30 زيهم في موديرنا، غير طبعا اللقاحات التانية، ونصهم كانوا بياخدوا البلاسيبو ونصهم بياخدوا اللقاح، فانت عندك عدد من الناس يسمح لك ان تظهر ليك الامور المعروفة عن في اللقاحات قد تحدث بعض الاثار الممكن تكون مثلا استجابة مناعية عنيفة شوية، فالحاجات دي بتظهر.
تظهر وبتظهر بسرعة، لأنه الناس دايما الارجمنت اللي أنا بسمعها يقولك إيه اللي هيحصل بعد 10 سنين؟ مفيش حاجة هتحصل بعد 10 سنين. هو لو كانت في حاجة كانت هتحصل في 3 شهور، هو خد جرعة أولى وبعدين رجع بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع خد جرعة تانية، وبعدين الناس دي قبل ما اللقاح يتم فحص النتائج بتاعته اتبعوا لمدة 2 شهر على الأقل، وتم التأكد أنه في خلال الفترة دي ما حصلتش حاجة تستدعي القلق. تمام، ما كانتش فيه علامات بتقول أنه في آثار جانبية ضارة. في آثار جانبية للقاح، وده بتحصل معايا لقاح تاني مش كورونا بس، اللي هو ما ممكن الحقن مكان الحقن يلتهب شوية، ممكن شوية سخونة، مش عارف دوخة، الكلام ده بيحصل لنا مع أي لقاح بناخده، مش هي دي القصة، مش هو ده الحاجة المشكلة. إحنا بندور على حاجات تانية ممكن فعلا تكون حاجة ليها تأثير ضار ما ظهرش في الفترة دي. عشان ألم الموضوع ده، بيقول إنه الموضوع ما تكروتش أو ما تسلقش بالطريقة اللي الناس، في بعض الناس بتحاول إنها توصلها للجمهور العام اللي ممكن تكون التفاصيل دي مش واضحة أمامه. لا، الموضوع مر بكل التجارب المقبلة الإكلينيكية، ومر بمراحل الفيز 1 وفيز 2 في التجارب السريرية بشكلها الطبيعي المعهود والمعروف اللي بيتم مع كل اللقاحات تحت أي ظروف غير كورونا. والمرحلة الثالثة تم تجربته بطريقة إن إحنا نعرف إذا كان اللقاح بيعمل وقاية ضد أعراض المرض الشديدة اللي بتخلي الناس تحتاج انها تدخل المستشفى، او لا قدر الله قد تؤدي بعد كده الى وفاة. فهو احنا كنا بندور على حاجة تخرج للناس باقل خلينا نقول خطوات ممكنة، لكن لم نضحي او لم يتم التضحية بامور ما ينفعش التضحية فيها. يعني انا ممكن اقول لك انا مش متأكد ان اللقاح مناسب مع السيدات الحوامل او مع العمر الفلاني، it's okay، ما عنديش مشكلة مع ده، لكن ما عنديش استعداد ان انا اقول لك انا مش متاكد ان اللقاح ده امن. الموضوع ما خلصش، كنت بقول لك انه التصريح بالاستخدام الطارئ ده معناه انه الشركات دي هتكمل التجارب بتاعتها، هتستكملها حتى بعد لما اللقاح يخرج للناس وتبدا تستخدمه، لانه علشان الشركات دي تحصل على موافقه كامله من الاف دي اي لازم تستكمل كل الجوانب دي. وممكن لو لا قدر الله حدثت اي مشكله التصريح ده بيتسحب في ثانيه. يعني الناس ما تقلقش، انت الاف دي اي بتتابع كل الكلام ده، لا قدر الله اي حاجه ظهرت في اي مكان ما كناش فاهمينها او ما ظهرتش قبل كده هيسحبوا منهم الترخيص، خلاص انتهت القصه. عظيم. ندخل على الاتهام الثاني. لقاح فايزر وموديرنا بيعتمدوا على تقنيه جديده، التقنيه الجديده دي بقى هتغير من جيناتنا. هتغير في جيناتنا ازاي؟ اللقاحات اللي هي بتاعت الماسنجر ار ان اي او الحمض النووي الريبوزي الرسول ايا كانت الترجمه السليمه، اللقاحات دي بتدخل احنا الخلايا البشريه بتاعتنا فيها جزء بنسميه النواه، اوضه كده خلينا نقول بالبلدي كده اوضه اللي فيها الجينات بتاعتنا، وبعدين بره بقى في الصاله والمطبخ والحمام ومش عارف ايه وحاجات تانية بتعمل وظائف اخرى. والاوضه دي مقفوله بباب، والباب ده عليه حارس، او الباب ده مقفول بمفتاح. ما فيش حاجة تعرف تدخل النواة إلا لو كان معاها المفتاح اللي بيفتح الباب بتاع النواة. بره بقى في بقية الشقة اللي هي المنطقة اللي بنسميها السيتوبلازم، في بعض الأجزاء بتاع الخلية بتكون مسؤولة عن إنتاج البروتينات. فلما بيدخل لها الشفرة بتاعت الماسنجر ار ان اي بتحولها إلى بروتين. فاللقاحات بتاعت الماسنجر ار ان اي اللي بتطورها فايزر وموديرنا بتنتمي إلى النوع ده. فاللقاحات دي بتدخل من يعني بتعبر جدار الخلية من خلال الغلاف الدهني اللي حوالين اللقاح، بيلتحم بجدار الخلية، بتدخل إلى السيتوبلازم، تتجه مباشرة إلى الريبوزومز اللي هي الأجزاء بتاعت الخلية المسؤولة عن إنتاج البروتينات. يتم ترجمة الشفرة المحمولة على هذا الماسنجر RNA إلى البروتين الشوكي اللي هو البروتين الخارجي اللي موجود على السطح بتاع الفيروس من بره. الناس دلوقتي شافت الشكل ده واعتقد انه يعني الناس فاميليار بالتوصيف بتاع شكل الفيروس، وخلاص يتكون البروتين ده، هو البروتين ده اللي بينشط جهاز المناعه بتاعك. مفيش اي جزء في اللقاح ده بيقرب حتى من النواه، وبالتالي كل الاتهامات اللي من النوع ده انا شايف ان ملهاش اي اساس. عظيم. الاتهام الثالث، كورونا مجرد خدعة الهدف منها هو تتبع البشر، وده هيحصل من خلال إدخال شريحة تحت جلدهم من خلال اللقاح اللي بيموله برعاه بيل جيتس. طيب انت مش معاك تليفون؟
بالظبط في جيبك تليفون. بالظبط. انت عايز تقول لي ان انت اصلا مش متتبع بالفعل؟ يعني انا اعتقد بص اللي عايز يتتبعك هتتبعك من خلال السمارت فون اللي حضرتك شايله. الموضوع ده من اكتر الحاجات يعني من الحاجات المضحكه جدا. مفيش حاجه يا اخوانا في اللقاح فيها لا شريحه ولا 5G ولا اي حاجه خالص. اللقاح ده له مكونات معروفه بالتفصيل ومنشوره، كل حاجه موجوده في عشان تحصل على موافقه الاف دي اي باستخدام الطارئ لازم تكون كل المكونات زي ما بتشتري حاجه كده يقول لك عليها مكوناتها من بره تقراها، فالمكونات بتاعت اللقاح دي موجوده والناس تقدر توصل للمعلومات دي. فكره بقى التتبع والكلام ده احنا لو عايزين لو في حد يعني بيفكر بالطريقه دي طب ما تتبعك من التليفون وانا مش محتاج لقاح. اقنعت المحكمه. الاتهام الرابع، الاصابه افضل من اللقاح، لان الاصابه وخصوصا لو سنك مش كبير يعني تحت الخمسين عندك 30 35 40 هتخليك تاخد مناعه طبيعيه، لكن اللقاح ده احنا اصلا مش عارفين ايه اللي موجود فيه ومش عارفين هيعمل ايه في جسمك، فانت تستنى كده لما ربنا يكرمك ويجي لك واحد صاحبك عنده كورونا تاخده بالحضن تتصاب تخف تاخد مناعه تبقى زي الفل، ولا لقاح ولا يحزنون. بص دي من اكتر الارجمنتس اللي تعبتني الحقيقه، لانها فيها استهانه بامور كتيره، لانه اي حاجه من النوع ده انت بتحاول ان انت تقيم فيها المخاطر من جهه ومن جهه تانية المنفعه. فالطريقه البسيطه اللي الناس ممكن تحاول انها تخلي الموضوع يظهر بالشكل البسيط ده فيها استهانه بامور كتيره جدا وما بتعرضش الصوره بشكلها الحقيقي امام الناس عشان تاخد قرار صح. العدوى احنا الحمد لله من حسن حظنا انه المرض ده مش مميت بدرجات مخيفه، في ناس ما بتكملش واغلبيه الناس اللي ما بتكملش عارفين ان هم بيندرجوا تحت مجموعات اللي بنسميها الاكثر خطوره، ولكن من ضمن الوفيات اللي بتحدث من ضمنهم ناس شباب في مقتبل حياتهم وفي أوج صحتهم ويعني ناس زي الفل زي ما بنقول بالبلد يعني ما بيعدوش، وإحنا مش فاهمين ليه لحد دلوقتي ومش هيتضح لنا، في لا تزال العديد من الأسئلة ملهاش إجابات. أوكي فإحنا لسه مش فاهمين الكتالوج بتاع المرض ده علشان نقدر نحدد بالظبط يعني أو نفهم بشكل دقيق إيه اللي بيحصل ومين اللي يعني ما بيقدرش يكمل. تمام. الحاجة التانية انه حتى الناس اللي بتخف من العدوى يعني بتتخلص من الفيروس يعني بيقعدوا فترة المرض وبعدين بعد كده يخفوا، في جزء منهم بيقدر بحوالي 10% بيرجعوا تاني يشتكوا من اعراض، بيكون الفيروس مشي خلاص الفيروس ساب جسمهم ولكن عمل تأثيرات في جسمهم تبدأ تبان بعد فتره بعد اسابيع كده يعدي له اسبوعين ثلاثه شهر كده بعدين يرجع يقول لك ده انا مش عارف اركز كويس، ده انا حاسس ان انا يعني مش عارف عندي ضيق في التنفس، ده انا بطلع مش عارف ايه انهج كده. ففي حاجه دلوقتي بدانا نفهمها اسمها لونج كوفيد او يعني الكوفيد طويل الامد اللي هو بدا يبقى واضح عند عدد ليس بالقليل من يعني 10% ده يعني لو انت عندك 100 مليون حالة دلوقتي تقريبا وعدينا فيعني حوالي 10 مليون، فده مش 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 ارقام بسيطة، احنا نتكلمش في حاجة مثلا بتحصل في اقل من 1% من الناس. فده جزء مهم. الجزء اللي الناس تاني بتغفله تماما ان احنا مش فاهمين بالظبط التأثير الممرض بتاع الفيروس ده ممكن يوصل لحد فين. في بعض الامور التي لا تزال غامضة، في بعض الحاجات اللي ممكن تقول انه احتمال يكون له تأثير على عضلة القلب مثلا، في بعض الحاجات اللي ورت انه تأثيره على الرئة بيستمر لفترة طويلة ممكن الناس بعد كده يعني تريكوفر يعني تبدأ تخف والامور تتحسن، بس لسه مش فاهمين يعني لسه في مرحلة خطورة غامضة. في ناس بدأت بعض الامور تتضح من ناحية تأثيره على الوظائف التناسلية عند الذكور، لا تزال الصورة غامضة ولكن في حاجة بتقول احتمال تكون في حاجة بتحصل. أقول لك بقى على حاجة لسه عارفينها من كام يوم، الفيروس ده بيهاجم الخلايا بتاعة البنكرياس، والناس في ملاحظات إكلينيكية متراكمة من أول ما الوباء بدأ يقول لك الناس اللي بتصاب بكوفيد بيحصل عندهم خلل في توازن الجلوكوز في الدم
وفي ناس بتصاب بحاجة زي الدايابيتس كده، حاجة زي مرض السكر. كل ده انت بتحاول انك تبين للناس انه وكأنه لا شيء، والخطورة دي هينة امام لقاح تم تجربته وتم معرفة حجم الخطورة بتاعته على وجه التحديد. فشوف بقى انت تختار حاجة واضحة بالنسبة لك ومعروف ايه البنفيت بتاع، ايه المنفعة بتاعتها وايه الريسك بتاعتها، ولا تاخد بدلها حاجة انت زي ما انت ونصيبك ترمي الزهر بقى تطلع زي ما تطلع. الحاجة التانية كمان المهمة يا ماهر، انه المناعة اللي بتعملها العدوى الطبيعية في اختلافات كتيرة بين الناس. احنا نعرف كويس انه العدوى الطفيفة اللي هي اغلبية الحالات الحمد لله ما بتعملش مناعة قوية. فانت ممكن تكون اللي بيقولك انا هحضن اخويا ولا بتاع، اخد لي عدوى اقعد كام يوم وابقى انا كده تمام زي الفل. مش دايما المناعة اللي هتتكون عندك بعد العدوى الطبيعية انها كافية، او يعني على الدرجة الكافية انها تكون هي دي اللي انت محتاجها عشان خاطر تعملك وقاية في المستقبل. لكن اللقاح، انت لما بتدي اللقاح للناس بتدي لهم اللقاح ده بجرعة متقاسة، جرعة موحدة، فبيتكون عندك في المجتمع تقريبا استجابة مناعية شبه متقاربة ما بين الناس. فعشان يعني ايه نلخص القصة، انا تقييمي الموقف انه لو بنحط الخطورة والمنفعة قدام بعض، انا شايف انه كلها بتروح في كفة اللقاح. الاتهام الخامس والاخير، والله يا دكتور يعني الناس اللي عمالة تتكلم في سكة اللقاحات والتباعد الاجتماعي وناخد بالنا ونلبس كمامات ونقفل بعض الأنشطة دي، ناس مش فاهمة حاجة في الاقتصاد، لأنه اقتصاد العالم كله دلوقتي تأذى بشكل رهيب وخسرنا مليارات الدولارات أو يمكن أكتر من كده، والناس دي بلغت جدا في مخاوفها، وبالتالي هم أذوا الاقتصاد وأذوا ناس كتيرة فقراء، وعشان كده مناعة القطيع هي الحل، هو ده الحل الواقعي الناجح والناجع اللي هيخلص المشكلة دي. احنا نسيب الناس تتصاب، بعد ما توصل الإصابة لحوالي 70 أو 80% من المجتمع هتتكون مناعة طبيعية، والفيروس ده تدريجيا انتشاره هيخف ثم هيقف والمشكلة تتحل، والموضوع ده تجرب في السويد، والسويد دولة متقدمة هنفهم احنا يعني احسن منهم، فبصراحة بقى انتم أفورين. بص انا مره قريت واحد وصف في الموضوع القصه دي بوصف لطيف، بيقولك لو تخيلنا ان احنا في حرب مع كورونا، لو انت اتبعت الاستراتيجيه دي فانت وكانك بتسمح للفرصه او بتدي الفرصه للعدو بتاعك انه ينهي تماما كل القوات بتاعتك لحد ما ملاقيش حد يخلص عليه. هل لو انت قائد حرب هتبقى الموضوع ده بالنسبه لك منطقي، ولا هتكون بتفكر في وسائل دفاعيه علشان تقلل بيها الخسائر بتاعتك على قدر الإمكان؟ فده لو اعتبرناها، لو بصينا لها بشكل تخيلي. تعال نبص على أرض الواقع ونبص لها من الزاوية العلمية. إحنا لو تبعنا المنهاج ده هيحصل فيه تضحية بعدد كبير من الناس، خصوصا اللي إحنا بنقول عليهم دلوقتي في تصنيف المراحل الخطورة العالية، بلا داعي وبلا مبرر ولا يستحق ده. يعني ما ينفعش الموضوع يبقى تحت خلينا نقول البقاء للأقوى، ما ينفعش، مش كده. احنا عايزين نحافظ على الناس كلها بكل ما أوتينا من قوة، فما ينفعش ان احنا نسيب الموضوع يمشي بالطريقة دي بالمنظر ده، ده ما يبقاش، مش هي دي الطريقة اللي تنفع النهاردة. لكن في المقابل يا فندم انت بتضحي بالاقتصاد، الناس قاعدة في البيوت، في ناس كتيرة جالها اكتئاب، في ناس كتيرة نفسياتها تعبت بسبب العزل الاجتماعي، فانت برضو بتأذي ناس تانية. ما هو برضو في الآخر أنت بتقارن حاجة بحاجة. إحنا كلنا تأذينا من التأفيلة، بس الموضوع أنه الواقع دلوقتي بيقول أن إحنا بنخرج للشارع وبنتبع بعض الإجراءات، فالفترة اللي حصلت فيها الإغلاق الكامل انتهت، ما فيش حد دلوقتي عامل إغلاق كامل، في دلوقتي restrictions، في بعض الإرشادات اللي الناس بتتبعها، إنما ما فيش يعني الفترة اللي حصلت فيها أزمة في الاقتصاد أعتقد أنها عدت خلاص. اللي احنا نعرفه دلوقتي ان احنا مستحيل هنوصل لما يطلق عليه المناعة المجتمعية او مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية. ابسط حاجة ان انا قلت لك انه اغلبية الناس اللي بتاخد العدوى الطفيفة دي ما بتكونش عندها مناعة قوية، ما عندكش اختيار تاني، انت امام معضلة ملهاش غير حل واحد،
انك تدي للناس اللقاحات وتوزعها على عدد كافي من الناس الى ان تصل الى حوالي 70-80% من المجتمع، هيبدا معدل الانتشار يبدا في الانحسار منه لنفسه، لانه الفيروس مش هيلاقي حته ينتشر فيها، هتبقى فرصته في الانتشار ضعيفه جدا. اي اتجاه اخر لحل المشكله هيخسرك ناس ومش هيوصلك برضو للي انت عايزه. اقنعت المحكمه وبناء عليه حكمت المحكمة ببراءة لقاحات كورونا من التهم المنسوبة إليها. احنا نقترح عليك بعد الحلقة دي ان حضرتك تتجه الى دراسة المحاماة. والله يا ريت، عامل فلوس اكتر اكتر بكتير، وخصوصا المحامين دي ياخدوا فلوس كويسة جدا في امريكا يعني.